أصحاب المعاشات حالتان تمنحك تعويضا إضافيا 50% بالقانون الجديد. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث نص على العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، ومن أهمها تحديد حالات الجمع بين أقصى من معاش وتأمين لحالات العجز والبطالة. كما لم يخفى للقانون حالات إصابات العمل، ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري. وفي هذا الصدد نصت المادة 31 على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا. 2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبع لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون. ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في 12، وفي جميع الأحوال يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابة العمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه بانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقين للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحق المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرف على الورثة الشرعيين. وأشارت المادة 31 إلى أنه حال وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر تصرف للأرامل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. كما أنه عند وفاة المؤمن عليه وصاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.